بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله باذن الله هنكمل محاضره الدوكيومنتيشن، ومعاكم دكتوره مها محمد راشد، مدرس قسم اداره التمريض كليه التمريض جامعه اسيوط. في عندنا النهارده حاجه اسمها ليجال كونسيدريشن ان دوكيومنتيشن، معناها الاعتبارات القانونيه او القضائيه اللي عندنا في التوثيق. في حاجه اسمها ليجال ريسكس ان دوكيومنتيشن، ايه المخاطر اللي ممكن نتعرض لها واحنا بنعمل توثيق. ليجال جايد لاينز فور دوكيومنتيشن، ايه الحاجات اللي هي تعتبر بمثابه يعني ارشادات كده او حاجات استرشاديه اتعامل معاها وانا ايه بعمل دوكيومنتيشن. اول حاجه الليجال كونسيدريشن ان دوكيومنتيشن بيعرفك ان الميديكال ريكورد بتاعنا ده لازم يكون واضح. ليه؟ لان لو هو مش واضح ممكن اتعرض لحاجه ايه قضائيه، يعني ما ينفعش نكتب حاجه مش مفهومه او مش واضحه او حاجه غريبه عن الناس. بعد كده بقول لك the record serve as a description of exactly what happened to the client، يعني لما اجي اوصف حاجه للمريض اقول بالظبط ايه اللي حصل للمريض، ما اقعدش احكي حكايه او قصه بعيده عن الواقع اللي المريض كان فيه. بعد كده بقول لك nursing care مالها بقى، لازم تتعمل excellent، يعني تبقى متقدمه حاجه كده زي ما الكتاب بيقول، وما كانتش documented ممكن نتعرض لايه للمحاكمه فيها. طيب من ضمن الحاجات التانية برضو اللي عندنا بيقول لك recording should not become merely routine or superficial. Nurses should be not wait. يعني ايه معنى الكلام اللي هو عايز يقوله لك هنا؟ انا لما اجي اعمل تسجيل اسجل الحاجة في ميعادها بالظبط، ما استناش بقى بعد ما الحاجة تتعمل بفترة كده وراح مسجلها، لا لازم على طول نحط لها التسجيل بتاعها في الوقت المناسب. سجلت حرارة اسجلها لان الحرارة ممكن تعلى او تنزل، قست العين ضغطه اسجله، عملت عين كير اسجلها، اديت للمريض ادوية برضو بسجلها. برضه بيقول لك ان البروفيشنال كير از ريفليكتد باي بروفيشنال تشارتنج، يعني ايه؟ لما نيجي نكتب الاحوال زي ما قلت لكم كده او الحاجه تخص المريض نكتبها بالطريقه اللي المستشفى او المكان اللي انا بشتغل فيه هم بيسجلوا بالطريقه دي، حاجه بروفيشنال، ما اكتبش حاجات، يعني ما دخلش حاجات في حاجات، لا كل حاجه لها الطريقه اللي بتتسجل بيها بتاعتها. ايه كمان بقول لك؟ المفروض النيرسز دولت هم الناس اللي هم بيدوا كير، هم الكير بروفايدر، فالمفروض لما يجوا يشتغلوا مع المريض يبقى في كونتاكت بينهم وبين المريض ويكتبوا الحاجات اللي هي تخصه تبقى كومبرهنسيف، يعني شامله ومتكامله، والتقارير ديت لازم تكون سيف بالنسبه لهم بالنسبه للمريض. طيب في عندنا بقى حاجه اسمها ايه ليجال ريسكس. ايه الليجال ريسكس اللي ممكن اتعرض لها وانا شغال في الدوكيومنتيشن؟ اول حاجه لما اجي اسجل الشغل بتاع المريض ما يكونش مناسب للستاندرد للمعيار بتاع المنظمه بتاعتي والمعلومات بتاعته ما تكونش كافيه. يعني ايه؟ يعني لما اجي اكتب حاجه ما اكونش انا مثلا بشتغل في مستشفى امراض بطنه مثلا، يعني او قسم امراض بطنه، واكتب حاجات تخص الحاله الاجتماعيه بتاعت العيان وان هو كان دخل مستشفى عصبيه قبل كده وكان عنده حالات نفسيه. طب انت دلوقتي العيان ده بطنه، يعني تقول لي ان العيان ده دخل وعنده غيبوبه سكر وكانت الاعراض اللي طلعت عنده كده وعملنا له دخلنا له انسولين عن طريق الوريد وكان في محلول كذا وبرق المريض فوق كذا والكلام ده كله، يبقى الحاجات تخص الايه الشغل بتاع المستشفى والايه والستاندرد المعيار اللي احنا شغالين بيه في المكان ده. طيب ليجال ريسك 2 بيقول لك كونتنت دازنت ريفليكت بيشنت نيدز، ما بيقولش ان العيان ده محتاج ايه، لا يعني دلوقتي انا اكتب حاجه ما تخصش المريض ده سخن يبقى محتاج نعمل له كمادات، المريض ده مثلا عنده ضيريه المفروض ان احنا نعمل له ايه، المريض ده عنده فوميتنج المفروض نقيم ايه ونعمل ايه، كل حاجه تخص المريض بالطريقه ديت نكتبها وتخص العين وتبقى متقاسه. يعني ايه متقاسه؟ يعني لما اقول العين ده سخن يبقى انا المفروض قست الحراره وسجلتها، عملت كمادات وسجلتها، اديت خافض وسجلتها، وبعد كل الحاجات دي تبقى ايه قادر ان انا اعمل ايه تقييم ليها، وطبعا بعد انترفينشن. ليجال ريسك 3 بيقول لك كونتنت دازنت انكلود ا ديسكريبشن اوف سيتويشن ذات ار اوت ذا اوردينري، يعني ايه؟ يعني اي حدث يحصل معانا في المستشفى المفروض يتكتب زي ما هو كده في المستشفى الحدث بتاعه، او حاجة حصلت ما هيش اكسبكتد او انيوجوال برضو بتتكتب بنفس الطريقة. يعني حصل ايه؟ العيان مفروض ان هو المفروض داخل المريض المستشفى عشان يتعالج مش داخل عشان يقع ويتكسر، لا بس انا هقول ان العيان ده وقع ويتكسر وحصل بالظبط ايه ايه الكلام ده كله، لازم تكتبها زي ما هي حصلت بالظبط. ليه؟ لان ده هيقلل من الحاجات اللي هي المشاكل اللي ممكن تحصل او الادعاءات، واحد يقول لك لا ده حد ضربني، واحد يقول لك ده حد اسولت، حد تهجم عليا، لكن لا احنا برضو نحمي نفسنا حتى لو هي ان يوجوال برضو بنكتبها.
برضو لو مثلا اي اشعاعات طلعت او تحاليل مش متوقعه او هي مثلا مش طبيعيه بنكتبها برضو، ولو في اي مشكله برضو بنكتبها. المفروض بقى ايه؟ بيقول لك وين ذا بيشنت بريزنت ريسك تو هيم سيلف، نقول المعلومه ديت برضو. ليه؟ لان ممكن مريض يأذي نفسه، لو هو مريض سوسايد يعني عنده ايه، عنده النيه ان هو يعمل انتحار، نكتبها برضو، لان ديت لو حصلت حاجه احنا برضو اللي هنحط في ايه، في مشكله. بيقول لك if the patient is abusing drugs زي ما قلت لكم كده، لو العين بياخد كحول او هو بياخد ادويه او حاجه زي كده اللي هي متعاطه يعني، بنكتب ده كله، بنسجل، اي ادويه الدكتور يكتبها بنسجلها وده على مسؤوليه الطبيب. اي حاجه فيها اكويبمنت بتبقى متسجله برضو، يعني عند متركب القسطره نقول عنده قسطره، اللي عنده متركب له درنقه نقول ان هو عنده ليه، لان ممكن الدرنقه دي حد يشدها تعمل نزيف في الجرح، تخلع الغرز، مش عارف الحاجات دي بتتسجل، يعني كل حاجه تخص المريض نبقى مسجلينها كويس جدا. اي اكويبمنت يعني العين محطوط على ماشين مثلا، نقول العين ده محطوط على ماشين وبيشتغل كويس، مش نقول محطوط على ماشين وهو مفصول ولا التنفس بتاعه مش مظبوط ولا البلاد جازز مش تمام، لا. اي حاجه متوصله بالمريض بتتسجل وبتبقى بطريقه ايه يعني تليق بالمستشفى وبالستاندرد بتاعها. برضه لو المريض رفض ان هو يتعامل مع الحاجات ديت بنكتب برضه، بنسجل حاجه زي كده، تمام. طيب ليجل ريسك بعد كده بيقول لك كونتنت اوفر جنرالايزد بيشنت اسسمنت اوف نيرسينج انترفينشن. لما نيجي نكتب ناخد بالنا ان احنا بنعمل ايه، بنوصف حاله المريض اكوردنج للايه، للنيرسينج اسسمنت اللي احنا عملناه. يعني ما اقولش مثلا ان العيان ده عنده سخونه، السخونه دي ممكن تبقى سسبكت لاي حاجه، عنده انفلاميشن، عنده سرسروت، عنده انفلونزا، عنده اي حاجه، لكن ما اكتب عنده سخونه، عنده الم في البطن مثلا، عنده الم في الزور، ما اقولش بقى، ما اقولش ايه بقى، لا ده العيان ده ممكن يكون عنده نزله معويه. طب انت جبت نزله معويه دي منين، او انت جبت نزله معويه دي منين؟ انا بكتب الحاجه مور سبيسيفيك، واقول ما اقولش ان ممكن يكون عنده نزله معويه، لا اوصف الحاجه بالظبط، لان انا لو عملت اوفر جنراليزز كده يبقى انا كده بضيع الدنيا. انا بعمل اسسمنت على حته حته وبكتبها بدقه، ده المقصود من ده. الريجل ريسك الخامس كونتنت از نوت تايملي اور از كرونولوجيكلي ديس اورجنايزد. يعني ايه يا جماعه؟ انا عندي دايما معروف كده في اي توثيق في الدنيا بكتب ات الساعه كذا، يعني ات 8 اي ام، ببتدي بالتسجيل بالوقت. ليه؟ لان ممكن الوقت ده عامل، الوقت ده يفرق كتير جدا. يعني العيان مثلا داخل الاستقبال وهو في حاله تسمم، اول ما كان جاي كان فايق شويه وكان بيرجع، بعد كده عيان دخل في غيبوبه، فممكن لو مثلا احنا ما قلناش ان العيان دخل وحركه عينيه ازاي وعملنا له ابجار سكور ازاي والفحص بتاع العين ازاي والكلام ده كله، يقولك لا ده انت اديت له حاجه موتته. لكن ليه؟ لكن نقول ات الساعه كذا، المريض دخل الساعه كذا وكانت حالته الساعه كذا وفيها كذا، فلازم نعمل ايه، نسجل بالوقت. بعد كده بقول لك الكونتنت از نوت ان از نوت انكمبليت اور انكونسيستنت. يعني المفروض لما نيجي ناخد البيانات بتاع الحاله نبقى واخدين بالنا ان المعلومات بتاعتنا تكون كافيه، ما نهملش اي معلومه او نزود اي حاجه من عندنا. بعد كده بقول لك كونتنت دازنت انكلود ابروبريت ميديكال اوردرز. يعني اي حاجه الدكتور كاتب عليها بنسجلها، اي حاجه مش طبيعيه بنبقى عارفينها ونبقى فاهمين يعني الحاجات دي. ما اقولش ان العيان ده سخن اروح ادي له خفض حراره، هو الدكتور مسجله؟ لو الدكتور مسجلك في التذكره بتاعه المريض وفي ورقه العلاج ان العيان ده ياخد خفض حراره اديله، مش 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 كاتب، يبقى انا اروح اقول ان العلامات الحيويه كذا يعني بتاع دهوت، عملت ريكورد للطبيب او عملت ريبورت للطبيب والطبيب قال لي كذا ووصف لي كذا، واروح انا اكتب هو وصف لي ايه وخلي الدكتور يكتبه لي في التذكره ويمضي عليه ويترخه وبالساعه، واروح انا مسجله، لان طبعا الحاجات دي كلها بتعرضني لايه، ان انا ممكن ادخل في ايه ريسك، احنا مش عايزين كده. الليجل ريسك اللي بعد كده بقول كونتنت امبلايز اور بوتنشال اور ريسك سيتويشن. يعني ايه؟ انا باجي بدي الكير للعيان، فبيبقى في المعنى الضمني بتاعها ان يبقى ممكن العيان يدخل في ريسك. يعني ايه؟ اقول لهم يعني اكتب ايه بقى، بس زي ايه مثلا؟ العيان ده جاي مصدع، المصدع ده معناها ان ممكن يكون شارب حاجه او ضغطه عالي زياده عن اللزوم او اعراض جانبيه بتاعه الدواء ممكن تكون فيها تسمم، او اكتب حاجات زي كده ويبقى فيها هنا في الحاله ديت ممكن نعمل لوم للناس اللي هم موجودين في الاورجنايزيشن. هو مش هينفع الكلام ده، انا لما باجي اكتب حاجه اكتب حاجه بدقه،
بدقة أوصفها زي ما هي، لا زود ولا أقلل. ليه؟ لأن ده ممكن يعرضني لإيه؟ المساءلة القانونية. الليجال ريسك نمرة 9 بيقول لك كونتنت امبلايز اتيتيودينال بايز. يعني ايه بايز؟ يعني تحيز. يعني ايه؟ بما ان انا بقى بشتغل مع فريق والتقرير بتاعه ده اقول ايه فلانه كاتبه كذا 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 كذا، واقعد اعمل عليها ايه تركيز، اعمل عليها فوكس ان ديت كاتبه كذا، واروح ايه يعني افهم الناس ان هي ما بتعرفش تكتب او ان هي ما بتعرفش تعمل اي حاجه. طبعا ما ينفعش الكلام ده. احنا لما بنيجي نسجل مش بنسجل كاشخاص، انا بكتب، انا مثلا كنيرس بشتغل بكتب وبمضي على اي حاجه انا كاتباها. ما اجيش بقى انا كسوبرفايزر اقول النيرس الفلانيه مش عارفه تكتب ومش عارفه تعمل والكلام ده كله، لان انت دي مش يعني مش عاجباك المعامله بتاعتها، والنيرس الثانيه فلانه الفلانيه دي شاطره ودي ممتازه. ما حدش بيكتب كده في تقارير. انا بكتب التقرير بقول فلان عمل ايه وامتى والساعه كام والمفروض يتعامل معاه ايه، ما اقولش بقى لا دي شاطره وممتازه في شغلها، لا دي مهمله ومش ما فيش حاجه اسمها كده، لان طبعا ده ليجل ريسك. طيب يبقى احنا كده خدنا مع بعض الميديكال كونسيدريشن، بعد كده خدنا مع بعض الليجل ريسك، ناخد بقى حاجه اسمها جايد لاينز. جايد لاينز يعني ايه؟ الارشادات بتاعنا. بيقول لك عندنا في المربعات دي 3 اجزاء، واحد اسمه جايد لاين والثاني الراشونال، بنعمل ده ليه وازاي نعمل كوركت اكشن. اول حاجه ممنوع ان انا اعمل مسح او استخدم اللي هو الكوركشن فلويد اللي هو القلم بتاع الكوركتور. طب انا دلوقتي وانا بسجل حصل حاجه عندي مشكله فشطبت، المفروض اعمل ايه؟ هيقول لك ترسم سنجل لاين. يعني ايه سنجل لاين؟ تعمل بين قوسين كده وخط مايل عليها وتسجل وتقول انا فلانت الفنانيه اللي اخطات في الكلام ده، ويعني البوزيشن بتاعي اللي هو جوب تايتل اللي هي مثلا مشرفه القسم او ممرضه القسم او حكيمه القسم، وتحتها اسمك والتاريخ. تاني حاجه بقول لك لما تيجي تكتب لازم تكتب ايه؟ don't write retaliatory or critical comment. يعني ايه؟ ما تقولش حاجه من عندك، انت عندك مشكله بتكتب الديسكريبشن الوصف بالظبط بتاع الايه العيان، تمام؟ ما تكتبش حاجه ايه تخصك انت، لان احنا بروفيشنال او نون بروفيشنال مش هينفع الكلام ده، احنا بنشتغل على حاجه كواليتي، يبقى نكتب الحاجه ومن غير اي كومنتس. بقول لك بعد كده correct all errors، ازاي نصلحها؟ ان احنا برضه زي ما قلنا كده لا نعمل راشنج او يعني في التذكره بتاعتنا ما نشطبش ولا نشخبط ولا نعمل بالكوركتور والحاجات دي كلها، نكتبها ونعمل ايه زي ما قلنا قبل كده قوس وخط سنجل، خط سنجل خط يعني سنجل ايه اسمه ايه خط شرطه مايله كده على ديت، معروف ان انا اللي كتبت دي، وابقى لازم ابقى عارفه ان انا مين اللي عامل الكلام ده. ريكورد اونلي فاكت، يعني نكتب الفاكت بس، ما نكتبش حاجات كده ما هياش تخمين او اي حاجه زي كده. بعد كده لما نيجي نكتب ما نسيبش ايه بقى ايه مسافات بين السطور وفي النيرسز نوتس. ليه بقى؟ لان السطور ديت ممكن حد يستغلها ويكتب حاجه تانية مكانها انا مش عايزاها. بعد كده بقول لك لازم لما نيجي نكتب حاجه نكتبها في حبر اللي هو الانك اللي هو ما بقاش حبر سايل، ده يعني حبر جاف. ليه؟ لان الحبر السائل لو كبيت عليه شويه ميه هيسيح ومش هي سهل ان هو يتمسح وسهل ان هو يروح. طبعا ما ينفعش نكتب ايه قلم رصاص. بعد كده بقول لك ايه لازم الحاجه بتاعتنا تكون فيها مثلا إيه عايز نعمل كلاريفيكيشن، مثلا هنعمل ايه كلاريفيكيشن؟ يعني توضيح، عايزين نعمل توضيح هنعمل ايه؟ هنكتب يعني مثلا في الملاحظات حصل كذا كذا والدكتور قال كذا كذا، نكتبها كده في الملاحظات. لكن ما نكتبش احنا بقى اصلا كنت ناسي او مش عارف ايه، لا نكتب بالظبط زي ما ايه الموقف حصل بالظبط. شارت اونلي فور يور سيلف، يعني ايه؟ يعني مثلا انا رحت اديت علاج ومش فاضيه اسجل، اقول لصاحبتي اكتبي لي العلاج اللي انا اديته. ما ابدا، ما ينفعش ابدا ابدا، كل واحد لازم يسجل العلاج اللي هو ادى لنفسه. انت عارف اديت ايه وامتى وفين والساعه كام واديته ازاي، فما حدش ينفع يسجل لحد. افويد يوزنج جنرايزد امتي فريزز، يعني ايه؟ يعني ما ينفعش نكتب حاجة عامة كده، المفروض نكتب إيه؟ العيان ده كان النهارده اليوم بتاعه كويس، ما ينفعش كده أبدًا، لازم نكتب الحاجة كومبليت وكونسايز يعني مختصرة وفيها الديسكريبشن للكيس. طيب بعد كده بقول لك لما بنيجي نكتب زي ما أنا قلت قبل كده آت الساعة كذا، يعني بنبتدي كومبليت بالديت والتايم والإند السيجنتشر بتاعتك أنت مين والجوب تايتل بتاعك.
ما ينفعش نكتب حاجه غير كده. يعني انا بكتب ات الساعه كذا المريض حصل له كذا 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 وبالظبط كل حاجه، وبعد كده اكتب مثلا ممرضه القسم اسمي مع محمد راشد، بعد كده التاريخ بتاع النهارده. بعد كده avoid using generalized empty phrase، يعني ايه؟ ما نكتبش اي حاجه كده وخلاص، الجمله ديت فيها تكرار عادي يعني، مش مشكله يعني، هي. يبقى احنا كده اتكلمنا مع بعض عن ثلاث حاجات النهارده في باقي محاضره الدوكيومنتيشن. اتكلمنا عن الليجال ريسك، واتكلمنا عن الليجال دوكيومنتيشن، واتكلمنا كان اول حاجه بنتكلم عن الايه الميديكال، ازاي الليجال كونسيدريشن اللي احنا المفروض ناخدها عندنا في الاعتبار. يا رب تكون المحاضره اتفهمت، ولو في اي استفسار ان شاء الله باذن الله تابعوا معنا يعني عن طريق المعهد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.